ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ معاكم باحلى مسقعه خفيفه جدا من الزيوت وباسهل طريقه ممكن تلاقوها، فتابعوني للاخر وشوفيني عاملاها ازاي. يلا نشوف. محتاجين بصلة مفرومة مكعبات، بصلتين صغيرين، ومحتاجين كيلو لحمة مفرومة زي ما انتوا شايفين كده، اتنين مع بعض عشان هنعصج. يلا نشوف هنعصجهم ازاي. هنحط الزيت، هنحط البصلة، ونقلب البصلة. هنسيب البصلة تتحمر وارجع لكم. شايفين لون البصلة؟ زي ما انتوا شايفين لون البصلة كده بدأت تتحمر خالص زي ما احنا عايزينها عشان تسبيكة اللحمة المفرومة. تمام، دي أول خطوة عشان نعمل المسقعة. نبدأ نحط اللحمة. هنحط الملح والفلفل. طبعا هنحط الملح في الاخر علشان اللحمه ما تعملش كور، ما تكورش مع نفسها. فخلينا لحد لما ايه اللحمه كلها تشم النار، وبعدين هنحط الملح. على ما اللحمه تستوي هنقطع الفلفل نصين عشان نبدا نحمر الفلفل. هنشيل هنا، هنشيل كده، شيل كده وكده. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة. هنحط الملح كويس، كلها استوت اهي. تمام، هنبدأ نحط معانا صوص الطماطم، طماطم فريش عصرينها. وطبعا ولأن الطماطم لونها فاتح هنغمقها بمعلقتين صلصة. وهوريكم بعد ما تتعصج هنحط لها فصين ثوم عشان يدوا ريحة حلوة للصوص والتعصيجة مع المسقعة. نبدأ نقطع البتنجان. طبعا بنشيل الراس بتاعته دي زي ما انتم شايفين كده. ها تمام، في ناس بتسيبه بالقشر الاسود عشان ده فيه الحديد، وفي ناس بتشيله خالص. انا بحب ولا اشيله خالص ولا اسيبه كله، بحب اعمله زي ايه مخطط كده. اوكي، اخططه كده وابدا اخطط كده من هنا عشان يبقى استفدت منه برضو، وفي نفس الوقت ما تبقاش القطعه ضخيمه وتضايق اللي بياكلها. تمام، هتبقى عامله كده. هعمل الاربع بتنجانات بتوعي، الثلاثه التانيين بنفس الطريقه، وهنقطعها كده. هنقطعها تخينه، هقطعها تخينه كده. اوكي كده. ليه هقطعها تخينه؟ عشان انا هحمرها في الفرن مش هقليها في الزيت. يعني في الطبيعي بنقطعها وبنحطها في الزيت، انا هحطها في الفرن وهوريكم ازاي. وكده كله خلص. الخطوه اللي بعد كده هوريكم. الخطوه اللي بعد كده هحط نقطه زيت هنا صينيه الفرن وعلى ورقه الزبده، وهعملها كده على ورقه الزبده. في صينيه الفرن بدل ما اقليها في الزيت وتشرب زيت كتير وتعذبني. خلاص، عشان الكوليسترول هبدا ارص شرايح البتنجان زي ما انتوا شايفين. فاكيد هعملها على مرتين، ادخل بقى في صينيه لوحدهم، وهعمل حبه زيت وادهن ترنشات البتنجان بالزيت. بعد ما دهنت من تحت ورقه الزبده بالزيت هدهن هنا كمان بالزيت زي ما انتوا شايفين، وهوديهم على الفرن.
وهنحط فصين الثوم دول مع التعصيجه بتاعه اللحمه. تعالوا شوفوا هنعملها ازاي. هنحط الثوم وننزله في التعصيجه ونقلبها مع تعصيجه اللحمه عشان تدي ريحه حلوه. هدهنها بالزيت عشان ادخلها مع الصينيه الثانيه، وهبدا ادهن كده يعني على قد ما نقدر نخف، لان المسقعه دي بتبقى فيها كم زيت كتير جدا في التحمير وفي التسبيكه، بيبقى فيها كتير قوي قوي قوي، فاحنا بنخف على قد ما نقدر. وهدخلها الفرن معاها. خلصنا الفلفل اهو اتحمر في الفرن زي ما انتم شايفين طري اهو. الباذنجان نفس الكلام اهوت اتحمر. هنبدا نرص الباذنجان اهو متحمر زي ما انتم شايفين اهو، تحمرت الفرن، وده افضل لما نحمره في الزيت كده احسن ما يبقاش شارب زيت كتير. نحط الفلفل اهو، نحط اللحمه مع الصاجه اللي احنا عملناه باللحمه المفرومه كده. ونحط طبقه الباذنجان الثانيه. ونحط باقي اللحمه المتعصجه على الوش كده. ودخلتها على الفرن درجه حراره 200، شوايه وفرن من تحت. طبعا المسقعه تتاكل بعيش او رز بالشعريه، عملها برز بالشعريه قلت اعمله لكم بسرعه كده على ما تطلع من الفرن. للبنات طبعا لسه جديده في المطبخ اللي ما تعرفش، حطيت الزيت برده قليل مش كتير، يعني 3 4 معالق زيت ونص كوبايه شعريه، ونغسل الرز ونحطه عليها ماء اسهل، طبخه سهله جدا، ومعلقه الملح، وتحطي الميه تغطي بيها الرز، وكده الرز بتاعك هيبقى خلص. على ما الباذنجان او المسقعه يخرج من الفرن هيبقى خلاص الاكله كلها كملت، وبالهنا والعافية طعمها وشكلها يفتح النفس وروعة. ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة لو مشتركتوش، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم، ولو عايزين اعمل لكم حاجة تانية اكتبوها لي في التعليقات. اشوفكم دايما على خير في رعاية الله، بحبكم في الله، سلام.